دائما ما يتساءل البعض ليش تحديدا اختيار تحالف العقد الوطني مع ان هناك تحالفات سنيه اخرى متعدده، شنو السر في الاختيار هذا؟ حقيقه العقد الوطني هو مشروع وطني، يعني هذا الفكره من عنده، كان هناك مشروع وطني. اذا جيت على المشاريع الوطنيه اللي هي اللي نقول بعيد عن التخندق الطائفي، نعم، يعني نجد انه العقد الوطني هو المشروع الوحيد الباقي الان بهذا النوع. ليش اشوفك دائما تتجه نحو المشاريع الوطنيه؟ يعني بالانتخابات الماضيه كنت ويا النصر، نعم، بهذه الانتخابات ويا العقد الوطني، لان حقيقه احنا عانينا كثير من المشاكل الطائفيه بشكل كبير جدا حقيقه للسنوات الماضيه، وما اسفرت بنتيجه ايجابيه في مناطقنا، رغم انه هناك توجه عليها. يعني حقيقه اكو توجه طائفي في كل المحافظات، في كل عند كل الطوائف، لكن حقيقة المشروع للمستقبل والمشروع الوطني.